Tu vas remettre là. أنا من ساعة ما شفت العربية أنا قلت وراها مصيبة. المحامي فين يا إسماعيل؟ بيصور المحضر الجاي. وده وقته؟ حق صغيرة يا أستاذ، لأن ما بدأتش. ما تقلقش. هيخشوا من الأول القهوة بتاعته، وبعديها بخمسة أول واحد. خبرة أنت بخاطرها. حبستني مرتين قبل كده، كل ما يشوفني يحبسني ما برحمش. الله! سامع يا إسماعيل؟ كل ما يشوفه يحبسه ما بيرحمش. المحامي فين يا إسماعيل؟ أهو الأستاذ المحامي جاي. نهار أسود. وده يعرف يخرجنا اسماعيل ده؟ اللي لقيناه بقى بس بيقولوا شاطر. المحضر معمول حلو قوي. حلو ازاي؟ في مصلحتي؟ لا طبعا. حلو يعني محكم واللي عمله شاطر. والعمل يا استاذ في مخرج ولا لا؟ قبل اي كلام هات 100 جنيه. هات 100 جنيه يا اسماعيل. ما معيش 100 جنيه. ما انا ما معيش. هات 100 جنيه يا اسماعيل. ما فلوس مع عماد. وعماد راح في انهي داهيه؟ هتجيبوا الفلوس ولا استعوض ربنا في الوقت اللي ضاعته معاك؟ يا استاذ ما تعصبش علينا كده، اللي معاه فلوس في الحمام وراجع. في الحمام؟ هو ده وقته؟ عموما انا هستنى لما القهوه تخش، ما جاش اللي معاه الفلوس هسيبك وامشي. اسمع لو صاحبك ما جاش يقول العربيه مش بتاعتك، بتاعت العريس، وانت كنت رايح تجامل ومالكش دعوه باي حاجه. بقول لك ايه بخاطرها؟ ايه؟ هو انت اتحبست كام مره قبل كده؟ كتير. امال بتتكلم ليه؟ ما تسكت يا اخويا، لو اتكلمت تاني هخنقك. اسكت منك ليه؟ معلش يا جماعه انا مضطر امشي، القهوه جت. والفلوس جت. ها وكيل النيابه جه؟ لا كان هيستناك لحد ما تيجي من الحمام. اما الدكر فندم 2000 جنيه. حاضر. اتفضل يا استاذ. معلش مذنوب ما لقيتش اخش الحمام عشان الحقك. ها يا استاذ في مخرج. لا طبعا، بس انا هحاول اخرجك بكفاءه. بعد كده تقعد بقى مع صاحب العربيه وتراضيه عشان يقول ان انت خدت العربيه من وراه مش بغرض السرق، هتطلع منها زي الشعر بالعجين. خدت بالك انت؟ بيقول لك صاحب العربيه محلوله ان شاء الله. ايه؟ 4 استمرار. سعيد البرنس الله يطمنك. 4 استمرار. الفين جنيه كفاله يا سعيد. طب هتجيبهم منين؟ صدق ان انت راجل ما بتفهمش. ليه كده يا عواطف؟ ما انت لو بتفهم ما كنتش رحت من اساس. اديك ما نمتش وهتروح شغلك وانت مطبق، ويا ريت حتى مروحك جاب فايده، وكمان شكلي وشكلك هيبقى قرف عشان سعيد محبوس وما احناش قادرين ندفع له الكفاله. اهو كان لازم اقف معاه عشان يحس ان اهله وراه مش سايبينه. يا فرحتي ان اهله وراه. يا اسماعيل افهمني، هو انت فاهم ان انا ما بحبش البرنس زيك واكتر منك كمان، بس مروحك له هيعشمه زي الغريق اللي متعلق في قشايه، لا هي هتطلعه ولا هو حاسبها تمشي في سكتها. عماد هيتصرف. حتى لو ما كنتش رحت برضه كان هيتصرف. سعيد بس هو اللي هيشيل في نفسه. والاختي عرفت ان انا في ورطه وما سالتش فيا، ربنا العالم. والله قلبي بيتقطع عشانه. يا سلام، بطلوا ده واسمعوا ده. انت قلبك بيتقطع عشان حد؟ اه بيتقطع، بس كمان عارفه ان الحنيه اللي تقدم ولا تاخر ملهاش لزوم. احنا عايشين في الطوفان يا اسماعيل، وان جالك الطوفان حط ولدك تحت رجليك. مش غباوه قلب لا، بس لو جيت تطلعه هتغرق انت وهو، ويا روح ما بعدك روح. فهمتني يا حبيبي؟ فهمتني؟ فهمتك. أنا هختفي ساعة قبل ما أروح الشغل. وماله؟ نام. ممكن ربنا يعدلها وأنت نايم. ده برزاله برنس. مين؟ ده برزاله جدع. لا يا عم متشكرين، ماليش نفس. رمضان لسه فاضل عليه كتير، وما حبكش يعني تصوم اثنين وخميس النهارده. احنا ولاد حته واحده ما تتكسرش. طالما ليه يا عم انت؟ بقول لك مش عايز اكل. طب ما تاكلش. ولع ولع سيجاره. ما بدخنش. اللي انت عامله في نفسك ده يطول يومينك هنا مش هيأثرهم.
وبعدين يا عم انت شيلتك خفيفه، كلها يوم ولا اتنين اهلك يدبروا الفلوس وتطلع بكفاله. منين بس يا عم انت؟ اسماعيل مش قد 2000 جنيه، واختي لو لقيتني جنيه هتاخدني. انا عايش في الدنيا دي بخاطرها لوحدي بدراعي. ايه عشان في وجه كريم؟ ازاي بس؟ ماليك شايف، عشت كلها شمال في شمال. شفت يا برنس؟ اهو انت كده حاسبها غلط. انت فاكر ربك بيلطف فينا عشان حاجه احنا عملناها؟ لا، ربك رحمته واسعه. عندك انا مثلا انت هتحكي معايا يا عم ولا ايه؟ يا عم بتسير معايا. لا ما تسيرش، خد اكلك وروح بعيد عني بدل ما ازعلك. فحر يا عم براحتك، الله براحتك. بلاش تاكل. انت رخم قوي يا جدع.